الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أقر مجلس النواب في ساعة متأخرة من يوم الخميس سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولارا لبرميل النفط الواحد. ووفقا لمواد الموازنة التي صوت عليها، فإن الموازنة لسنة 2023 تبلغ 134 تريليون و552 مليار و919 مليون و63 ألف دينار، فيما احتسبت الإيرادات التخمينية من تصدير النفط الخام بسعر 70 دولارا للبرميل واحد، وبمعدل تصدير 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، بضمنها 400 ألف برميل يوميا من نفط كردستان العراق. أرجع خبراء اقتصاد حالة انهيار الدينار العراقي أمام الدولار في السوق الموازية إلى وجود مكاتب للصيرفة تتلاعب بسعر الدولار ارتفاعا وانخفاضا حسب مصلحتهم. وأوضح الخبراء أن سعر الصرف تتحكم به المصارف المشاركة في مزاد العملة، والتي تضغط لخلق سعر صرف موازن يخنق السوق لحصد أكبر قدر ممكن من المكاسب. كما أن تأخر تمرير الموازنة خلق فجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، والذي أضفى بأرباح كبيرة لمصارف تسيطر عليها أحزاب في السلطة. حذر خبراء في الاقتصاد من نفاد الاحتياطي النقدي العراقي بسبب مؤشرات الاقتصاد الدولي وما يشهده الاقتصاد من حالة انكماش. وتوقع الخبراء انكماش الاقتصاد الدولي العام وانخفاض أسعار النفط وتراجع عائدات النفط في ظل استمرار الإنفاق الحكومي المخطط في موازنة 2023 والسنوات اللاحقة، ما يتسبب في حالة من العجز ونضوب الاحتياطي من العملة الأجنبية والذهب. وأكد الخبراء أن السياسة المالية والنقدية التي تتبعها الحكومات المتعاقبة فشلت في استخدام الاحتياطي لأغراض التنمية المستدامة. أكدت مديرية إحصاء محافظة نينوى أن معدلات البطالة في المحافظة تزيد عن 38%، وهو أعلى نسبة مسجلة في البلاد. وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان إن البطالة والفقر تضاعفا في نينوى خلال وعقب العمليات العسكرية، مؤكداً أن الحكومة في بغداد تجاهلت التركيز على تفعيل القطاع الخاص والقطاع الزراعي والصناعي من أجل الحد من تفاقم مشكلة البطالة في محافظة نينوى. قال نائب رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية محمد صادق قناة زادة إن العراق من بين أكثر الشركاء التجاريين لإيران. وأضاف قناة زادة أن المنتجات البتروكيماوية والصناعات المعدنية تشكل 83% من سلة صادرات البلاد، مشيرا إلى أن هذه البضائع يتم تصديرها إلى الخارج بعد خطوة معالجة واحدة. ويعتبر الافتقار إلى التنوع أحد مشاكل التصدير في البلاد. هذا وتتهم جهات مطلعة إيران بالتسبب في تعطيل الصناعة والزراعة في العراق لإبقائه سوقاً لبضائعها. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.